السلام عليكم، ازيكم الفنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله هيكون درس تعديل الاخطاء على السلسله بتاعه الرصاص دي من الهاشتاج بتاع انستجرام وبرده من جروب الفيسبوك. هنحاول ناخد كام صوره كده على قد ما الوقت يكمل ان شاء الله علشان ما اطولش عليكم. بفكركم ان الهاشتاج بتاعنا على الانستجرام هو ارسم مع كريم عادل. بعد كل سلسله بتنزلوا الشغل بتاعكم عليها وبعد كده بنعمل درس زي كده وبنصحح في الاخطاء بتاعتكم عشان ما تتكررش في المستقبل ان شاء الله. لو حضرتك اول مره تشوف القناه بتاعتنا لازم تنزل تشترك حالا وتفعل زر الاشعارات عشان تنضم لفريق الشعارات الكبير والجميل بتاعنا. وما تنسوش طبعا تدعموني بلايك على الفيديو وكومنت تحت ويلا بينا نعرض الرسومات. اول حد معانا هو صديقتنا تينا خان. زي ما انتم ملاحظين كده ما شاء الله ايديها جميله جدا وطبقت يعني باسلوب جميل جدا، بس مش عارفه هي ما كملتش الباقي التيشيرت ليه. تسلم ايدك، ايدك جميله جدا في التظليل وفي الاوت لاين. استمري بس كان المفروض تكملي التيشيرت عشان تبقى احسن من كده. الله ينور عليك. تاني فنان معانا هو كريم. تسلم ايدك كريم، جميله جدا بس يعني الاوت لاين انا شايف اللي هو كويس، الاوت لاين مقبول لكن انت التظليل عندك مفيش، يعني انت مش عارف انت مظلل ولا لا. يعني هي دي خطوه الاوت لاين ولا خطوه التظليل؟ لو دي خطوه التظليل يبقى انت محتاج تغمق، محتاج تغمق، ده لازم. الشعر والبشره واللبس كل حاجه محتاجه تغمق. لو دي خطوه الاوت لاين فتسلم ايدك يا جميله، الله ينور عليك. طبعا عشان نكون متفقين احنا هناخد الرسومات الكامله بس، يعني خطوات الاوت لاين مش هناخدها عشان بس نختصر في الوقت. يعني انت اللي كمل رسمته هو اللي انا هاخده وهطلعه في الفيديو النهارده ان شاء الله عشان نصحح الاخطاء عموما. وانا ماشي لقيت صديقتنا ابتسام رسمت الرسمه دي، كنا راسمين منها العين. لو تفتكروا في درس العين كنت عملت لكم درس اللي هو ازاي نظبط العينين قصاد بعض، فهي كملت الرسمه. تسلم ايدك بس الايد صغرت منك شويه. تسلم ايدك جميله جدا وتظليك في الفحم ممتاز. مش عارف انت عاملها فحم ولا رصاص بس غالبا فحم يعني. تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا حياة او هايا. الرسمه بتاعتك كويسه هايا، ماشي انت واضح ان انت سنك صغير لسه، بس انصحك تتدرب على الاوت لاين اكتر لان المشكله الكبيره عندك في الاوت لاين. التظليل عندك ممكن يتظبط اكتر من كده لكن الاوت لاين هو اللي فيه المشكله الكبيره، فانصحك تتدربي على الاوت لاين اكتر من كده وكمان تدي له وقت اكتر من كده، يعني ما تستعجليش فيه بحيث يطلع معاكي بشكل مظبوط اكتر من كده. تسلم ايدك. صديقتنا سما حمدي. تسلم ايدك يا سما. الاوت لاين لحد ما محتاج ظبط بسيط يعني بنسبه بسيطه. التظليل عندك بيطلع مبقع شويه وده لانك بتعملي حاجه من الاثنين، يا اما بتظللي في اتجاه واحد كده يا اما بتشتغلي بسرعه. فاحنا انا محتاج انت تراجعي على التكنيك بتاع التظليل اللي انا اشتغلت بيه عشان تفهميه اكتر. بس تسلم ايدك، انت عندك قابليه انك تتطور يعني. جميل. نيجي لميرا. تسلم ايدك بس محتاجه تركزي على الاوت لاين اكتر، محتاجه تتدربي. انت شكلك صغير يعني عمرك صغير، اتدربي وهتتحسني في الاوت لاين اكتر ان شاء الله وادي لوقته. يعني حاولي ما تستعجليش في خطوه الاوت لاين لانها مهمه جدا جدا. زي ما انت ملاحظه طلع عندك فروق في الشبه وده نتيجه انك تسرعتي شويه. تسلم ايدك. صديقتنا دميانه. جميله دميانه، الله ينور عليكي. يعني لو هنتكلم على الفروق اللي في الاوت لاين هي بسيطه ودي هتتعدل مع الوقت طبعا. التظليل عندك جميل. تسلم ايدك. فالمجمل حلو، الله ينور عليكي. استمر معانا في السلسلات وهتتطوري، هتلاحظي التطور ده مع الوقت ان شاء الله. تسلم ايدك. نيجي لصديقنا او صديقتنا مش عارف اسمها ايه بصراحه او اسمه ايه. الرسمه جميله جدا بس مصوراها بالعرض زي ما انتم ملاحظين كده، مش عارف ليه. يعني تسلم ايدك جميل جدا. او تسلم ايدك حنان تقريبا، اسمها حنان، هي ماضيه باسم حنان هنا. تسلم ايدك حنان، جميل جدا. تظليلك جميل وباين ايدك جميله والاوت لاين برده جميل، ما شاء الله عليك. بس حاولي تصوري بشكل احسن من كده علشان التصوير ما يظلمش رسوماتك لان التصوير ليه عامل كبير جدا في اظهار جمال الرسمه. تسلم ايدك. صديقنا ياسين. تسلم ايدك ياسين. الاكتر الاوت لاين، يعني محتاج يعني تركز على الاوت لاين اكتر بحيث يطلع معاك الشبه برده اكتر من كده بشويه. تمام، ركز على الاوت لاين وخد وقتك ما تستعجلش خالص. تسلم ايدك. صديقنا خالد. تسلم ايدك يا خالد. اوت لاين برده فيه اختلافات بسيطه، التظليل عندك كويس فانت محتاج تركز على الاوت لاين اكتر. كل اللي بقوله اوت لاين يا فنانين يبقى الاوت لاين محتاج منك خطوات هاديه. تمام، لان انا دايما بتكلم بقول الاوت لاين مهم جدا. الاوت لاين زي العماره، زي العماره او الاساس بتاع البيت بتاع العماره، فلو الاساس مش مظبوط العماره كلها تقع، لو الاساس مظبوط يبقى العماره كلها تطلع سليمه. تمام. نيجي لصديقنا عبد المنعم. تسلم ايدك عبد المنعم. الاوت لاين ممتاز، عايز اقول لك الاوت لاين ممتاز بس انت مصور برده مش عارف بتصوره بالعرض اللي انا بضطر اعمل رقبتي كده. فتسلم ايدك بس حاول تصور احسن من كده. تمام، الاوت لاين كويس والتظليل واضح اللي هو كويس برده، الشعر بس كان محتاج يغمق اكتر. تمام، تسلم ايدك جميل جدا. نيجي لصديقتنا ريهام. تسلم ايدك يا ريهام بس الاوت لاين برده. تمام، يعني عايزك تتدرب على الاوت لاين اكتر عشان يظبط معاك اكتر من كده، ادي له وقت وما تستعجلش. تمام، تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا ميري ولا مش عارف ميرا حاجه زي كده. تسلم ايدك، التظليل لحد ما كويس، اوت لاين برده. تمام، يعني كل اللي هو الاوت لاين يبقى يركز في الاوت لاين. وبعدين انتوا كتر خيركم، انتوا معظمكم
معظمكم شكلكم كده يعني سنكم صغير، ودي حاجة كويسة، يعني دي حاجة كويسة جدا 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 انكم في المستقبل هتبقوا حاجة كبيرة ان شاء الله، هتتطوروا بشكل كبير. هي بتقول حتى ما ظبطت وياه، بس كويس كتجربة كويسة. تمام، اتمنى تستفاد منها. بقى نيجي لصديقتنا سو ارت. كويسة، تسلم ايدك، بس اوت لاين برضه. تمام، انا متأكد ان انت صغيرة في السن. تمام، تسلم ايدك، اكد على الاوت لاين عشان تطلع احسن من كده، وتسلم ايدك، مجهود كويس. يعني صديقنا او صديقتنا SH 232، الله ينور عليكي، برضه اوت لاين وتظليل. بقى هنا يعني انت حاسه بالتظليل، انت مشخبطه شويه او مستعجله شويه، ورمضان كريم عليك عشان الفانوس اللي حطاه، شكلك بنت يعني. تسلم ايدك، ركز على الاثنين بقى، الاوت لاين اهم وبعد كده التظليل. تمام، راجع تاني يعني مفيش مشكله، او طبقي معانا السلسلات اللي جايه، لسه في السلسلات التانيه ان شاء الله اللي استفدناه النهارده هنطبقه بكره، فهيبقى في احسن او في تطور كبير ان شاء الله. احمد سلطان، واضح انت رسم بسرعه يا ابو حميد، واضح جدا انت رسم بسرعه، يعني دي حاجه باينه قوي في الرسمه بتاعتك، فانصحك تاخد وقت اكتر من كده وما تستعجلش في موضوع انك ترسم بسرعه، ده مش عايزين كده. تمام، ارسم براحتك وخد وقتك كبير جدا يعني. صديقنا عموري درو، تسلم ايدك، الاوت لاين لحد ما حاسس ان انت خلاص جبت نفس الشبه، بس في فروق بسيطه، فتركز اكتر على التظليل، لان تقريبا انت البشره عندك مش مظللها، انت مسيحها، احنا مسيحناش في الدرس خالص، فانا عايزك تطبق اللي احنا شرحناه، مش اللي انت عارفه. تمام، يا ريت يعني عشان نستفاد ان شاء الله. تسلم ايدك. صديقتنا سلمى، تسلم ايدك يا سلمى، جميله جدا، هي حاطط يعني حاطط لمستها، حاسس ان الرسمه محطوط فيها لمسه كده. تسلم ايدك. سلمى بتطبق معايا اول باول في الدروس، انا متابعك يا سلمى، ما شاء الله من الناس المجتهده. تسلم ايدك، ويعني واستمر معانا، هتوصل لحاجه كبيره ان شاء الله. صديقتنا منى محمود، منى تسلم ايدك، التظليل روعه، التظليل روعه، عايز اقول لك التظليل جميل، وايدك في التظليل باينه، بس الاوت لاين فلت منك شويه، فاحنا عايزين ندي الاوت لاين حقه شويه زي التظليل. تمام، يعني المره الجايه عايزين الاوت لاين ياخد حقه اكتر من التظليل كمان، مفيش مشكله، لان لو طلع معايا اختلاف في التظليل ولو بسيط مفيش مشكله، انما الاوت لاين مجرد اختلاف بسيط بيطلع معايا اختلاف في الملامح، وديك المشكله الكبيره. تمام، تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا او صديقنا 9 اس اي 9 سين 9، مش عارف الاسماء الغريبه دي يا جماعه والله. ما علينا يعني. نيجي للاوت لاين، لا الاوت لاين في اختلاف والتظليل مسيح، فاحنا ما اتفقناش على كده، ما قلناش قلنا يعني ما قلناش ان احنا نسيح في الدرس خالص تقريبا، الا في الاخر جبت قطنة بس وعملت كده فيها، فما اظنش ان احنا قلنا نسيح او نعتمد على التسريح بشكل اساسي. تمام، فيا ريت اللي مركزش في الدرس يركز كويس. وتسلم ايديكم. صديقنا عمر وريد، تسلم ايدك يا عمر، اوت لاين كويس لحد ما، يعني الاخطاء فيه بسيطه، التظليل كويس برضو، بس محتاج يعني انت الاثنين بنسبه واحده، الاثنين كويس فيهم بس محتاج تقرص على نفسك شويه. تسلم ايدك. صديقتنا منى طلاق واكد، تسلم ايدك يا منى، جميل جدا، اوت لاين لحد ما كويس، والتظليل برضو زي عمر كده يعني كويس جدا، تقرص على نفسك اكتر بقى. صديقتنا منى درونج، زي ما انتم شايفين كده جميل جدا، التظليل بتاعها جميل، حاسس التظليل بتاعها جميل، الاوت لاين فلت شويه يعني من الانف، تحسه ليها بعدت عن العين، ف الوش اتنط من هنا وصغرت الدقن. تمام، فهو بس الاوت لاين عندك يا منى، تسلم ايدك، تظليل جميل وايدك جميل اصلا، بس خدي وقتك اكتر في الاوت لاين. تسلمي. صديقنا الحملاوي، تسلم ايدك، محتاج تتدرب على الاثنين بصراحه، يعني محتاج ترقص على نفسك اكتر، انت اكيد عارف، ويكفي ان انت جربت واتدربت، ودي حاجه كويسه برضه، فارقص على نفسك اكتر في الاوت لاين وفي التظليل كمان ان شاء الله. صديقنا حاتم منزل الرسمه الصوره دي على الهاشتاج حاتم. صديقنا حاتم من الناس او من اكتر الناس اللي متابعانا ومجتهدين جدا جدا ما شاء الله، وزي ما انتم شايفين كده مستوى بقى عامل ازاي، يعني ما شاء الله، تسلم ايدك يا حاتم، يعني حاجه ممتازه جدا، بنتمنى لك يا رب الاستمرار كده وتبقى حاجه كبيره ان شاء الله. تسلم ايدك، من الناس الجميله والمحترمه والمتابعه اول باول، تسلم ايدك ما شاء الله عليك. احمد مترجي، صديقنا احمد مترجي، تسلم ايدك يا ابو حميد، تظليل جميل عندك كويس لحد ما، الاوت لاين بقى يعني الفم انا مش محدده هنا، انت حددته ليه؟ فانتوا بتعملوا حاجات برضو يا جماعه انا يعني ما عملتهاش والله، والاذن ما حددتهاش من بره جامد كده، فخدوا بالكم من الحاجات البسيطه دي عشان بتختلف. تمام، فانت رسمتك جميله بس خد بالك من التاتشات البسيطه دي. تسلم ايدك. صديقنا معتز، تسلم ايدك يا معتز، بس الاوت لاين. تمام، يعني انت تصويرك جميل جدا، تصويرك ما شاء الله ممتاز، ممتاز قوي، بس ركز على الاوت لاين يا معتز اكتر، ركز على الاوت لاين عشان يطلع معاك الشبه اكتر من كده. وتسلم ايدك. صديقتنا روال، روان الفيل، صديقتنا روان الفيل، تسلم ايدك يا روان، ممتاز جدا، حاسس ان انت جبت نفس الشبه، بس المنطقه دي هي اللي فيها المشكله، مش عارف الرقبه بقت رفيعه او الدقن من هنا تخنت، فانت المنطقه دي بس اللي محتاج ترجع عليها، انما بعد كده كله ممتاز. تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا ارت من احمد، تسلم ايدك يا منى، التظليل لحد ما كويس، الاوت لاين برده يعني نورس على نفسنا في الاوت لاين شويه. تسلم ايدك.
تسلم ايدك. كويس، بس الاوت لاين برضه يعني عايزينك تتدرب على الاوت لاين اكتر. اي حد بقول له اوت لاين يبقى يركز على الاوت لاين اكتر يا فنانين عشان نظبط معاه اكتر من كده. تسلم ايديكوا. نيجي صديقتنا اميره محمود، تسلم ايدك يا اميره. الاوت لاين لحد ما كويس، محتاج برضه تكه بسيطه، والتظليل عندك مسيحه برضه، يعني مش عايزينك تعتمد على التسيح، وعايزين نغمق اكتر من كده في البشره عشان تبقى واقعيه. يعني هنا المنطقه دي افتكر اللي كانت غامقه، في مناطق كتير غامقه هنا، تمام؟ تسلم ايدك بس ما تعتمديش على التسيح بعد كده. نيجي صديقتنا او صديقتنا 8 او اتش دبليو ال، اسماء غريبه. الى حد ما كويس الاوت لاين، التظليل ناعم جدا، محتاج يتغمق، والتصوير مش كويس، يعني عايزين نحسن التصوير اكتر من كده عشان نظهر جمال الرسمه. تسلم ايدك وطبق النصائح دي. نيجي صديقنا بشار، تسلم ايدك يا بشار، ممتازه ممتازه جدا، تظليلك ممتاز جدا، والاوت لاين كويس، وحاسس اللي هو حط التاتش بتاعه كده، يعني ما نقلش نفس الصوره زي ما هي. تسلم ايدك، جميله جدا، عجبتني من الرسومات اللي عجبتني جدا ان شاء الله. نيجي لصديقتنا مون، تسلم ايدك يا مون، بس محتاجين تغمقي، لازم تغمقي وتتركزي على الاوت لاين اكتر، تمام؟ تسلم ايدك، واضحه ان انت صغيره ودي حاجه كويسه. نيجي لصديقتنا فاطمه، تسلم ايدك يا فاطمه، بس اوت لاين، تمام؟ ركزي في الاوت لاين اكتر من كده بشويه، لان الملامح يعني فلتت شويه منك. تسلم ايدك. صديقتنا سوما من الجزائر، تسلم ايدك، اوت لاين برضو، تمام؟ يعني ركز على الاوت لاين اكتر، خطوه الاوت لاين فنانين نظبطها اكتر من كده، رجعوا على درس الاوت لاين تاني، وكمان تابعوا السلسلات اللي جايه ان شاء الله هنظبطها اكتر مع بعض باذن الله. صديقتنا رولا، تسلم ايدك، نقدر نقول اوت لاين برضو شويه، يعني تظليل كويس الى حد ما، يعني لو حد تظليله مقبول او كويس، ما بتكلمش في التظليل، بس بتكلم على الحاجه الكبيره قوي اللي محتاج يعني يدوس عليها اكتر، وهي الاوت لاين. تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا ساره، تسلم ايدك يا ساره، بس الاوت لاين برضو واضح، انت شغاله بسرعه قوي، يعني ايدك باينه، مش عارف انت عاملاها كلها بقلم سنون ولا ايه، بس ايدك باينه اللي هي سريعه جدا، وده غلط، يعني حاولي ايدك ما تبقاش سريعه بعد كده في الرسم، تمام؟ تسلم ايدك. نيجي لصديقنا او صديقتنا ارتست زيرو اي، تسلم ايدك، حسيت ليها جميله برضو، تظليل جميل، الاوت لاين بس الانف بخصوصا يعني فلتت شويه، بس تسلم ايدك في المجمل كويسه، وحاطه فيها التاتش بتاعك كمان، لمستك كده. تسلم ايدك. صديقنا او صديقتنا ارت اي كي 96، جميل، تسلم ايدك، بس اوت لاين برضو، يعني هي زي سكتش صغير كده، بس الاوت لاين كان محتاج يتظبط اكتر، بتبقوا مستعجلين انتوا في خطوه الاوت لاين، بس جميله يعني بالنسبه للتظليل حلو، فاللي هيكمل التظليل هو الاوت لاين، فنركز في الاثنين مع بعض عشان تطلع الرسمه بتاعتنا اجمل حاجه. تسلم ايديكوا. نيجي لصديقتنا ميمي، تسلم ايدك، جميله، ممكن نقول الاوت لاين، بس انا شايف ليها حلوه، يعني حلوه، وحط التاتش بتاعك كمان، حط لمستك فيها، فنظبط الاوت لاين اكتر من كده عشان تبقى جميله يعني. تسلم ايديك. صديقنا او صديقتنا دول 4000، كويسه، بس ده يعني ده ما نقلتش من الصوره خالص، دي هي غيرت من عندها خالص يعني. تسلم ايدك، كويسه، بدل انت غيرت من عندك يعني، مش هقدر احكم. نيجي لصديقنا الشرقاوي ارتست، ما شاء الله تحفه تحفه شرقاوي، يعني عايز اقول لك جميله جدا جدا، من الحاجات الجميله برضو اللي عجبتني يعني. تسلم ايدك. هو ممكن اوت لاين يعني فلت شويه صغيرين، بس تسلم ايدك، جميله جدا. تسلم ايدك. رقية، تسلم ايدك يا رقية، جميل، بس الاوت لاين برضه، يعني الاوت لاين كبير منك شويه، مثلا الانف والفم والاذن، تمام؟ فالاوت لاين هيظبط معاك اكتر من كده. تسلم ايدك. صديقنا او صديقتنا نينو ارت، جميل جدا، عجبتني برضه، تظليل رقيق كده، الاوت لاين بس يعني فرق حاجه بسيطه في الانف، في الفم هنا في المنطقه دي، بس تسلم ايدك كمجمل كويس جدا يعني. تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا اتش ار اي 400، كويس، مش هقدر اقول كويس قوي عشان ما يبقاش بكذب، بس اوت لاين، تمام؟ يعني الاوت لاين حاسس ان انت اتسرعت فيه جدا، فتسلم ايدك وركز على الاوت لاين جدا المره الجايه عشان يطلع احسن من كده بكتير. نيجي لصديقنا اي نصار 13، ممتازه، جميله جدا، ما شاء الله، تسلم ايدك، الله ينور عليك، واستمر معانا، انت ايدك كويسه، تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا اي بورتريت، تسلم ايدك، بس الاوت لاين، يعني انت اكيد واخده بالك برضه اوت لاين، وتقريبا الورق اللي انت راسم عليه ده ورق طباعه، ورق الطباعه ما ينفعش نرسم عليه فنانين، يعني بص هتلاقي اللي فيه تعرجات بيظهر فيه كده لما بنيجي نعمل طباعات، ما بيساعدش ان احنا نرسم فيه بواقعيه، فلازم نستخدم ورق كانسون او فابريان، ورق مخصص للرسم، بس تسلم ايدك، انت بتحاولي وبتجربي، ونعتبرها تدريب يعني. تسلم ايدك. نيجي لصديقنا او صديقتنا دي اتش يو اتش اي ارت، ممتازه جدا، وحلو قوي اللون الاخضر اللي انت حطيه ده، يعني انا بحب الناس اللي بتحط تاتش برده، يعني جميل جدا. تسلم ايدك او ايدك ايا كان، جميله جدا ما شاء الله.
في صديقتنا ليلي كملت الرسمه كلها، البورتري كله، تسلم ايدك، اللي هو بتاع الفم، درس الفم كنا شرحنا في الفم، بس هي كملت البورتري كله ما شاء الله، تسلم ايدك جميل. دلوقتي ناخد شويه شغل فنانين من الفيسبوك. صديقنا بحر يونس، تسلم ايدك بقى، جميله جدا، ممتازه زي ما انتم ملاحظين كده، كاوت لاين وكتظليل ممتاز جدا، من احسن الرسومات برضو اللي اترسمت ما شاء الله. نيجي لصديقتنا ايمي جمال، تسلم ايدك يا ايمي، بس يعني الاوت لاين كويس، حاسس هو كويس، بس تظليل سريع جدا، يعني حاسس انت بص شغاله بسرعه ازاي، فده اكبر غلط ممكن نقع فيه واحنا بنظل ان احنا نشتغل بسرعه وفي اتجاهات واحده كده، غلط جدا، تمام، فخدي بالك من النقطه دي. تسلم ايدك. نيجي لصديقتنا تشون منار، تسلم ايدك، بس اوت لاين، يعني ركز على اوت لاين اكتر الفتره الجايه عشان تبقى احسن من كده، وتسلم ايدك، برافو عليك. بكده فنانين اكون عرضت كل الرسومات اللي على الهاشتاج، واسف جدا جدا لو حاجه سقطت مني او حاجه وقعت مني ما قدرتش اعرضها او ما خدتش بالي منها، ما حدش يزعل، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الاخطاء اللي انا عرضتها لكم النهارده، وما تتكررش معاكم في السلسلات اللي جايه ان شاء الله، تابعوا اول باول، وبعد كل سلسله لازم تطبقوا معايا وتنزلوا على الهاشتاج على الانستجرام وعلى جروب فيسبوك كمان عشان نشارك بعض ونعرف الاخطاء. ما تنسوش طبعا الدعم بلايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر التنبيهات عشان تبقوا من فريق الشعارات الكبير او الجميل بتاعنا، واستنوا في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.